هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين حول أحداث غرب دارفور والدمار الذي خلفته نيران العصبية القبلية. في اعتقادي أنه مهدد للسلم الاجتماعي، وأعتقد أنه هنالك يعني مسؤولية مباشرة تقع على النظام الحالي، لأنه كان في الوقت السابق يتحدث عن أنه النظام السابق هو الذي كان سببا في الانفلاتات الأمنية في دارفور وفي جنوب كردفان وفي النيل الأزرق. دارفور هي حاضنة سياسية واجتماعية إلى كثير من الحركات المسلحة هناك. أنا أفتكر أنه هذه التبعات ألغت على هذه المشاكل بظلالها الكثير من التفاصيل، ولكن هذا لا يعفي الحكومة السودانية والأجهزة الأمنية والشرطية العدلية القيام بدورها. على الحكومة أن تتوجه كلية لملف السلام، يعني لا تنمية بدون سلام. الآن يتحدثون عن ميزانية ويتحدثون عن كثير من الملفات، لكن لا تنمية بدون سلام. إذا لم تنتبه الحكومة إلى ملف السلام والاستقرار في الولايات، خاصة التي شهدت تمرد غرب كردفان وغيرها، لن يحدث استقرار في السودان ككل. طيبة لحياة طيبة.